من الحياة كيفاش ولات والإيقاع الحياة كيهم بزاف ديال الناس يمكن أغلبية الناس قلت الحركة وكثرت القعد. اليوم الناس اللي كيقراو أو الناس اللي عندهم الخدمة وخا ماشي كاع المهن كاين المهن اللي العكس كنلقاو فيها الناس كيبقاو واقفين بزاف ولكن هناك ايضا قليل الحركه وكاين الناس اللي بحكم العمل ديالهم كثير من مستمعاتنا اللي كيجلسوا لساعات طويله بدون اي حركه. السيده ملي كتسالي الخدمه كتولي كتجرى مع المكامل ما خصها تمشي للتجارة في بلاصتها خلوها ما كاينش ما كاينش ديك التمرين ما كاينش ديك لاكتيفيتي فيزيك ديك النشاط الرياضي اللي كيخصو يكون جوج او ثلاثه مرات في الاسبوع منعدم تماما. فاليوم المنظمة الصحة العالمية كتتكلم على مشكل صحي كتتكلم على ظاهرة صحية اللي خص الناس والمجتمعات تاخذها بعين الاعتبار وتاخذها ايضا بالكثير من الجد. علاش؟ لانه تتبان لانه هاد نمط العيش وطريقة ديالنا كيفاش ولينا من الاسباب المباشره لظهور مجموعه من الامراض المزمنه بحال امراض القلب والشرايين بحال مرض السكري بحال امراض السرطان. دكتوره سناء العناني اشنو اللي كيطرى وبغينا اليوم نفهموا علاش القعاد كيولد هذا الشيء كله في الجسم. في الواقع بانه الحياه المعتاده اللي ولات عندنا دابا هي انه لا الناس اللي خدامين ولا الناس اللي في ديورهم ولا حتى الاطفال كل شيء ولا يا اما التلفاز يا اما الكمبيوتر يعني الاورديناتور خدامين به يا اما لي تابلات ولا التليفون. دائما حنا تنكونوا جالسين والعين ديالنا كتكون ضيعه في شي جهاز من هذه الاجهزه او حتى بالناس اللي كيقراو او اللي كيرسموا او اللي كيتكلموا او لا واقفين كيف قلتي يا سناء. تنوقفه حتى هي واخا الخدمه كتكون بالوقفه تتكون فيها الحركه قليله. هذا هو التعريف ديال قله الحركه او اللي بالنسبه للناس اللي كيبقاو جالسين بزاف في قسم بحكم الدراسه لمده طويله او في كرسي على ود بحكم العمل اللي كياخذ استعمال السياره بكثره في التنقلات ديالهم او الشاحنه الحافلات اي نوع من هاد الانواع كله كيؤدي الى قله الحركه الفعليه للجسم اللي حنا بحاجه لها. وهنا كيف قلتي بان منظمه الصحه العالميه دائما كتثير انتباه لينا لهذا المشكل لانه هو مشكل كيؤدي الى الوفاه ماشي غير تكلمات عليه غير هكا من اجل الكلام على الموضوع لان تقريبا 2 مليون ديال الموتى في العالم في العام بسبب قله الحركه. 2 مليون ديال الحالات الوفيات اللي كتسجل سنويا في العالم بسبب قله الحركه. نعم قله الحركه كتزيد من حده امراض القلب والشرايين كتزيد من المشكل ديال السكري او كيقدر يترتب عليها مشكل ديال السكري مشكل ديال الضغط الدموي مشكل ديال هشاشه العظام مشكل ديال مشاكل ديال الدهون في الاوعيه الدمويه ديال الكوليسترول ولي تريغليسيريد هو كيقدر يترتب على عدم الحركه. الاكتئاب لان عدم الحركه كتهبط لنا من مستوى الهرمون ديال النشاط وديال الفرح اذا كتقدر تؤدي الاكتئاب والانسان كتهبط حتى القيمه ديالو ديال نفسه مع نفسه بلا ما تشعر. هادشي مسائل اللي غير الهرمونات اللي كتاثر على النفسانيه ديال الانسان بسبب قله الحركه وكيكسر الجلاس لانه ولا العمل ديالك كيفرض عليك هادشي او العيشه ديالك اليوم كتفرض عليك هادشي. كيفاش اذا اليوم نعرفوا شنو انواع الاغذيه اللي نكثروا منها شنو انواع الاغذيه اللي خصكم تقللوا منها او ربما تتفادوها نهائيا وكيفاش الانسان يخلق واحد التوازن لانه يوميا الجسم الانسان كيستهلك واحد السعرات حراريه شحال غادي خصو يصرف منها وشنو اللي كيبقى وشنو اللي كيمشي دغيا. فملي كنقولوا الانسان يوميا الانسان اللي عنده واحد النشاط جسماني او جسدي تقريبا شحال كيستهلك ديال السعرات الحراريه المعدل. خصنا الانسان بعدا نعرفوا شحال ديال الحركه خصو يدير في اليوم
غادي نفاجئكم بان خصنا ساعه 60 دقيقه ديال الحركه. كنقولوا كيفاش غنقدر ندير، حنا ما قدرناش ندير نتمشاو حتى قسمين وربع ساعه، ولكن بالفعل باش نتسنى كنتحرك وباش نتجاوب مع المعطيات اللي طالبها منا منظمه الصحه العالميه، خصني 60 دقيقه نقسمها على الاقل 10 دقائق في 10 دقائق في 10 دقائق، يعني تكون واحد الحركه اللي هي مستمره لمده 10 دقائق، ولكن ملي كنحسب في المجموع خلال اليوم خصني نوصل ل 60 دقيقه. شحال السعرات الحراريه اللي الانسان كياخذ او محتاج لها يوميا دكتوره سمر؟ على حساب واش مراه ولا راجل، ولكن في المعدل نقول واحد 2000 ديال السعرات الحراريه من دون حميه، ما نهضروش على الاف فوق 2000 سعرات حراريه ما بين المراه والراجل. انا قلت منين الانسان كيكون جالس ما كيتحركش، واش الجسم ديالو كيتطلب سعرات حراريه اكثر؟ واش الجلاس كيخلق نوع من الجوع ومن نوع من السقوطة، نوع من الاكل اللي هو خارج الاوقات؟ حنا شنو تنقولوا؟ تنقولوا اشنو داخل وشنو خارج. ملي تيكون الانسان جالس معنيته انه ما تيحرقش بزاف، هو جالس سعرات ديالو الحرارية ما الطاقة ما كيستنفدهاش، اذا ما خصوش يدخل بزاف ديال الماكلة، لأن خصو يمشي على حساب اشنو اللي غادي يخسر. داكشي اللي غادي يخسر راه ماشي كثير. اللي كنلاحظوا بان الناس ملي تيكونوا جالسين ما كيوعاش براسهم اشنو كيديروا، كيقدر هو جالس وحاط غير في المجر اللي حداه يا شكلاط يا بشكيطو يا مسكه، وكان نعرفوا بان المسكه كتادي اللايغوفاجي، يعني كندخلوا معها الهواء، اذا كنديروا مشكل ديال انتفاخ البطن، ها حنا في مشكل اخر من غير السنه. وبزاف الناس اللي دابا كيكون كيتصنع على الاستماع وكيبان لهم بان هذا المشكل كيخسرهم تماما. نعم، هي في الخدمه كتقول لي كتجلس من 8 حتى ل 5، يعني من 8 ديال الصباح حتى ل 5 ديال العشيه، والتغذيه ديالها قليله، والمده اللي كتبقى فيها جالسه كتشرب فيها بزاف الماء. واش هذه المساله صحيه او لا؟ مزيان انها كتشرب الماء في هذا، ولكن الماء اي طريقه كتشرب الماء، لان اذا كانت كتشرب بيتر ونص الماء في دقه واحده فهذا ما غاديش ينفعها، يقدر غادي يوسئ لها المائده، غادي يوسئ لها الجهاز الهضمي ككل، غادي ينفخها، ولكن ما غاديش يستافد منه لي زورغان، يعني الانسجه ما غاديش يستافدوا من ذاك الماء. باش كنستافدوا من الماء خصنا نشربوه بجعورات صغيره، نكونوا جالسين ماشي واقفين، وواحد الكاس ديال الماء مثلا على راس الساعه. هنا كنقدر نقول بان الانسجه ديالي ككل ديال الجسم كامل غادي يستافد من داك الماء اللي كنشرب. اما اذا كنشرب وبالنسبه للناس اللي خدامين وغادي يكونوا في الاغلب اللي كاملين كيديروها هي كيشربوا من فم القرعه، هذه هي افسد طريقه، واخا حنا كاملين كنديروها بلا ما كنشعروا، ولكن احسن حاجه نخوي في الكاس ونشرب من الكاس، لان ملي كنشرب عاوتاني من القرعه فانا كنستهلك واحد الكميه كبيره ديال الهواء اللي كندخلها في نفس الوقت مع الماء ديالي. انا جالسه في الدار ياك، وكندير زعما كنشقى في الدار، زعما كان الدار عندي كبيره كنشقى، كان هذاك زعما كنشقى وبورتو جي بخي لو سوا، يعني انا دابا عندي 1.65 و جو بيز 93 ودرت زعما دو اكوشمون بار سيزاريان، والكريشه ما بغاتش تدوزي، اي بورتون كندير حركات في الصباح، الصباح فاش كنوض كناخذ الماء وكندير حركات، اي بورتون زعما جي بخي لو بوا، واخا جالسه جي بخي لو بوا، زعما واخا كنتحرك زعما كنتحرك، ولكن جي بخي لو بوا. ولكن انا غادي نواصل معكم، هذه الحاله من بعد الفاصل. خليك معنا هدى على الخط، خليك معنا، هاد الحاله اللي كتحكي لنا راها كتمس الكثير من النساء المغربيات اللي بحالك، كيبقاو في الدار، واش هاد الشقه ديال الدار وشغال البيت كافي كتمرين رياضي اللي به غادي تحرقي السعرات الحراريه وتحاربي قله الحركه؟ ناخذ مستمعتنا هدى دائما معنا من مكناس. هدى كنعاود نذكر انك عندك جوج ديال الولادات بالعمليه القيصريه، وقلتي على انه كتشقاو في الدار، انت جالسه في الدار، ولكن لاحظتي على انه تزاد عندك الوزن، وصلتي اليوم 93 كيلو. وي
واخا بالنسبه للماكله شنو طريقه الاكل ديالك؟ اختي سناء صافي دابا كنجو ودايره واحد النمط نتاع الماكله. الصباح كناخذ الماء سخون مع الحامض وكاس الماء سخون مع الحامض بعد كنبنقى شويه واحد الساعه بعد كنفطر. في الفطور كناخذ واحد هكا نص مويه نص واحد طريف نتاع الخبز نص كيكف قد كيكف ديال لو بان كومبلي كنبو قهوه نصيف وبيتها بيجيه فيها شويه دلعت الحره. من بعد كنكمل القايه وانا كنشرب الماء المهم اتخيل السيترو كاع ديال الماء كنشربو. من بعد عاوتاني كيوصل واحد ساعتين كيوصل وقت الوقيته نتاع الغدا. الغدا الا كنت دايره شي سلاده ولا شي قطعه ولا هذا كناكل غير معلقه. كنت شي طاجين ولا هذا كناكل سهوه كناخد غير بوكشيط وكناخد واحد شويه د الخبز كناخد شويه د الخبز. من بعد عاوتاني الغدا ديك الربعه هكا ما كاينش اللحوم. اللحوم اللي كناكل الا كان اللحوم راه كناكل الا كان اللحوم هذا راه كناكل. ومع ديك الربعه هكا كلها مباشره ورا الغدا واش كاين الفواكه؟ لا ما كان الربعه ونص ما كتبقى حتى شي حاجه حلوه من بعد. لا ما كناخذ والو كناخذ مع الربعه ولا ربعه ونص هكا كناخذ شويه الزبيب ولا شويه ديال التمر اذا كان وصافي كنقطع الماكله ابخي بيتا كنقطع الماكله حتى لديك الثنيه نتاع الليل كناخذ دار نصيف مع الحامض صافي هذا هذه صافي كان جور كندير هذا النمط هذا نتاع الاكل. دكتوره سجل شي حاجه هذه 15 يوم ولا لا؟ صراحة مازال ما عبرت ما بغيتش نعبر. ما كنتيش كتحسي براسك تفشيتي ولا لا؟ كان زعما كنطلع في الدروج انا دايوغ كنطلع في الدروج ولكن دابا كنطلع بسهولة كنقص في الدروج زعما كنطلع زعما وما كنجيش بزاف. ولكن انا هادشي الكريشة عافاك دكتورة اللي بغيت نسولك زعما واش كاين شي حل الكريشة كتبقى زعما باقية هادي البنية الصغيرة ولا البنية الصغيرة شحال عنده؟ في لو موان غيدير 3 ans. داكوغ غادي 3 سنين باش درتي اخر عمليه قيصريه. المشكله ديال العمليه القيصريه هي انك تقدر دير ارتخاء في البطن من غير انك تكون الشحمه اللي كاينه مادام في الطول 1.65 وعندنا في الوزن 93 كيلو. اذا المشكل غيكون المزدوج عندنا الشحمه وعندنا ارتخاء في البطن بسبب العمليه القيصريه. حنا غادي نرجعوا ونجاوبوا على الحاله ديالك هدى. عندك سؤال اخر اللي تبغي تطرحيه على الدكتوره سناء؟ بغيت نسولها غير على هذاك الريجيم اللي كندير دابا واش زعما صحي او لا؟ لا ضروري لان فيه بزاف ديال الملاحظات. فحنا غنعطيوك هاد الملاحظات خليك معنا في الاستماع. سيما عندها 23 سنه والظاهر انه حتى هي كتعاني من فكتعاني عندها قله الحركه. يا كما سيما 23 سنه ومدور كامل ديالك سيضروك. صباحك سعيد. صباح النور ولا لا؟ تعالي بابا مزيان. مازال ما تزوجتيش عايشه مع مالين الدار؟ عايشه مع مالين الدار. شنو المشكل ديالك يا نسيمه؟ نعم. شنو هو المشكل؟ المشكل اللي عندي هو انني انايا كنجلس خبط يعني فوق الطاوله ديالي يعني غادي نحرك رجليا شاك سيكوند ويمكن بغي نعس خاصه نزيرهم حتى نكذبهم بحال شي خاصه نجمعهم عاد كيجيني النعاس يعني كيحقوني بزاف. عندك مشكل ديال العروق انا سيما ولا لا؟ كتحسي برجليك كيتقالوا؟ ايه كيتقالوا عليا وعندي في القرايه ديالي يعني في الدرونج كنطالعه في الدرونج شي حاجه بغيت نهز بغيت نسخف. شحال الوزن ديالك انا سيما؟ عندي 57 كيلو. 57 كيلو الوزن ماشي كثير ولكن المشكله ديالك انت هي ان قله الحركه كتخليك بانه الاكسجين اللي كيدوز لنا في لي تيسو هو اللي ماشي مزال التنفس ديالك ما منضبطش مع الحركه لان هادشي كيتالم مع منين تنكونوا كنتحركوا كيولي التنفس ديالنا حسن كنوليو كندخلوا حسن ديال الاكسجين وكنستافدوا حسن من داك الاكسجين اللي حنا كنتنفسوا به. انا بغيت نسولك انا سيما ما كتمشيش للقرايه على رجليك؟ لا
الطوموبيل. كتمشي بالطوموبيل وكتلقاي نهارك من الدار للمدرسة من المدرسة للدار. وعاد عندها مشكل مسيلة ديال السيستم اللمفاوي. لان داك لا سونساسيون دو جون بلو ديك الاحساس اللي كتحسي برجليك تقال معناتها ان عندك موفي روتور فينو يعني الدم ما كيرجعش مزيان الاوعيه الدمويه راه يكون عندهم شي مشكل بعد ما تيكون غير واحد لي فالفول كيكونوا عندهم واحد بحال فرامات كيكونوا ما مزيانينش في داك الوعاء الدموي ما تيخليوش الدم يرجع بواحد الطريقه اللي هي سليمه وكيوقع واحد بحال كيتكتل الدم في التحت. اذا شنو في الاقدام في الرجلين وفي الصيان شنو كيفاش غادي نقدروا نتغلبوا على هذا المشكل؟ اولا خصنا الصباط يكون مريح يعني ماشي الطالون وماشي البلا. بالنسبه لك هاد جوج حوايج ما خصكش ديريهم، خص تكون عندك 5 سنتيمتر وتكون بحال ديك الكومه داك لا سومين كومبونسي باش تقدر تكون لا سومين وحده. داك الفرنش التحتاني ديال الصباط كيكون مشروك وفي الارض في جهه القدام تيكون طالع ب 5 سنتيم. واخا غادي نرجعوا للاجوبه ديال الدكتوره سناء على هذا الشيء ونشوفوا ايضا نظام التغذيه ديال نسيمه شنو هو نظام التغذيه الملائي. انا عندي 26 عام وكنخدم مع وزيري تخمس ابي ساتر كنبقى جالسه في البيرو النهار كامل عندنا الكونتور وكنبقى جالسه النهار كامل. فاش كنت حلوه مزيان ابخي لاكوشمون وليت ديجا عندي الكرش. شحال هادي باش ولدتي؟ شحال هادي باش ولدتي؟ دابا عام ونص. وليت انا جالسه في البيرو وكن ناكل. جالسه كناكل بزاف سيرتو شوكولا وداك الشيء شنو كناكل بزاف ولا في اللي ندير الكرش وعاد ما كنتحركش اصلا كيما قلت الشقه في الدار ملي كنمشي مع الخمسة عاوتاني كتبدا لا روتين ديال الشقه في الدار وهذا وليت السيده اللي تبدا دابا انا سيما فانا ولا عندي هذاك المشكل بزاف كاديا وضحكوا كيبان لي ولا زدت تخيب شويه وكنعيا كنسخف كنولي كنهج بزاف. عاد ولات فيك سقاطه وعاد على حسب ما كتقولي لينا ولات فيك سقاطه اللي ما كانش فيك من قبل. شكلات ما كانش فيا قبل دابا انا جالسه كناكل ديغون فيك جورني تقاول ما عنديش شي وقت كناكل فيه. ولكن راه مزيان لانه دكتوره سناء سكينه يا ريت سكينه كتحكي لينا على هذه العاده الغذائيه معنيتو دكتوره سناء على انه سكينه واعيه بانه كاين مشكل وعلى انه باغا تغيره فحنا غادي نشوفوا من بعد مع سناء العناني كيفاش غادي ممكن الناس اللي فيهم السقاطه هذا الشيء عندهم حل ياك سناء. الحمد لله كل حاجه كل مشكل عنده حل. بغيت نعرف غير سكينه واش عندكم واحد لا بوز ديجني واحد الوقفه ديال الغداء وشحال المده ديالها؟ 30 دقيقة. وانا ما كنتحبش انا شفت بدي سبور حيت قبل ما نجيش من الوقت. ما كنتحبش نهائي ما كنديرش سبور دونك من البيرو من الدار والشقا وكمالا صافي كنتبدا نسير لا روتين كل نهار. شكرا لك سكينه شكرا لك غادي نجاوبوا على هذه الحاله ديالك خليك معنا في الاستماع. طبعا هذه الحالات كلها كتبين على انه اليوم قلت الحركه فعلا كتخلق زياده في الوزن وكتخلق مشكل. سؤالي لنا انا مراه متقاعده ودياابيتيك مسكين ديك تيدون دغان حيدو لي صباع ومن بعد عاود امبيتاسيون ديال لا جونب كلها. دابا جو سوي سيغن شيز غولونت مازال ما درتش البروتيز ولكن كندير دي سيونس دو ريديكاسيون درت ابو بخي اون فانتان كندير كيلكو مومون وكنت على الريجيم ديالي عندي لا تريغليسيمي وعندي سميتو هذا درت اوفوا داك الكابي كارديوغرافينا دابا النظام الغذائي ديالي مع هذا قطع عليا لي دغا كله كناكل بلا دغا تقطع الزيت ما كناكلها.
حيتو كنت كنحمق عليه في خويا ولكن بغيت نخدم في خويا بارجو. واخي شوف انا اللي ربي هذا باش نقدروا نجاوبوك. شنو السؤال ديالك اليوم؟ لانه اذا ولات عندك قله حركه بحكم هذا التدهور الحاله الصحيه ديالك لانه عندك داء السكري، فاليوم كتسولي دكتوره سناء شنو هو نظام التغذيه. هذا هو السؤال. النظام ديالك باش نعرف على الله ربيعه الخزان ديالك اليوم فين واصل؟ الخزان ديالي عندي 8 مازال خصو نقص شويه الله ربيعه. لانه كنقلب كونستانون تخوف ودي فوا تخوف وبارجور كنقلب على حسب اللي كليت دي فوا كتوقع لي ميم هيبوغليسيمي كتوقع الا كان يا اما الدواء كديري الانسولين ولا ما كدكي الانسولين. الانسولين ولي كومبريم عاودو كونستانون تيلو ما تيلو لي زيبوغليسيمي جوج ديال المسائل، يا اما الدواء كثير عليك ما تنظمش لان الطبيب غادي يعطيك الدواء اللي موالك، يا اما في الماكله تيكون سكر سريع اللي هو اللي كيطلع لينا لوطو ديال الانسولين اللي كيهبط لينا لوطو ديال السكر من بعد وكيدير لنا لي زيبوغليسيمي. نظام تغذية النصيحة ديالك لربيعة باش ما ندخلوش لداء السكري. موضوعنا اليوم قلة الحركة، هي عندها قلة الحركة، إذا شنو النصيحة لربيعة؟ خاص يكون سكر بطيء حاضر في كل وجبة من الوجبات ديالها، سكر سريع تفاداه بصفة نهائية، رجليها اللي تكون كتراقبهم باستمرار، يعني إذا كانت مبيشة وحدة خاصها تعالج وتداوى ما بين الصبعان والضفار ديالها دائما يكونوا مقصين وما يكونوش ما ندخلوش من الجناب يكونوا مقصين قادين، لان الرجل ديال الانسان المصاب بداء السكري موضوع خاص خصنا نخصوا ليه واقيلا شي برنامج عليه سابقا، لانه المشكل عند الناس اللي مرض بداء السكري ان الاحساس بالالم ما كيبقاش او كيقل، يا اما كيقل يا اما كينعدم، والالم راني نعمه من عند الله لانه تيشير لنا ان كاين مشكل في واحد الموضع من الجسم اللي خص تيتم الانتباه ديالنا باش كنمشيو نعالجوه. لذلك بالنسبه للناس اللي مرض بداء السكري كتكون غير مبيشه صغيره وبحكم ان السكر ما كيكونش مقادم ما كتجبرش ديك الجرحه ما كتلائمش وكيترتب عليها بحال المشكل اللي وقع لها ربيعه. شكرا لك دكتوره سناء. انا الله ربيعه بغيتك تقولي لنا واحد الرساله في جوج كلمات اليوم، فعلا الحاله ديالك انسانيا مؤثره انه وصلتي لهذه الدرجه من داء السكري، شنو تقولي اليوم للناس اللي كيتابعونا وحنا كنهضروا على قله الحركه، شنو النصيحه اللي تعطي للناس؟ كلشي بقى يتحرك مزيان. انا خطرت هذا المشكل هو اللي جالس مع اللاشيز وتنحمق فوقاش ندير لي بروتاج فوقاش صحيح ترجع الحركه ديالك باش نعاود نمشي ونستانس ونمشي ديالك ان شاء الله. الله ربيعه الله يشفيك، نتمناو لك الشفاء ان شاء الله. وهذه الرساله اجمل رساله. دكتوره سناء العناني المختصه في الحميه والتغذيه، بالنسبه لهاد الناس هما غير كيعبروا على الواقع الامر اللي كنعيشوه تقريبا كاملين او معظمنا تيعيش هاد المشكل اللي خصنا نراعيو. مثلا تكلمات نسيمة قالت لك بانها كتمشي للكليه ديالها عندها سياره هي باش كتنقل، ما كاينش مشكل، ولكن مثلا في غير الا ساكنه في شي بلاصه اللي فيها الدروج وفيها لاسونسور ما نستعملش لاسونسور ونستعمل الدروج، لان انا عارفه حركتي في خلال اليوم قليله على الاقل نستغل دوك الدروج راها من حركه لا يستهان بها. مثلا كنلاحظوا لا في بيبان المدارس ولا في بيبان الخدمه خصنا نوقفوا السياره في باب الدراسه باش ناخذ ولدي ولا بنتي اولا باش ندخل للعمل ديالي، ومع العلم انه من الاحسن نوقفها ابعد مكان ممكن ونستغل هذيك الفرصه باش نتمشى واحد شويه. الا تمشيت 10 دقائق حتى بعيده ب 10 دقائق غالبا غنلقى بلايص كثر وغالبا غنتمتع بواحد شويه ديال الاكسجين، غنمشى بعدا غير شويه ذاتي يجرى فيها الدم. نحاول ديك لابوز ديجني ديالي تكلمات وكاينه على اون بوز ديال 30 دقيقه نستغل 10 دقائق وندور ما
نحرك الكبد ديالي، نحرك اليدين ديالي، نحاول غير ندير الباتي ديالي، ندور غير ديك الشركه اللي انا خدامه فيها او اللي ديك الكليه اللي انا كنقرا فيها، ندور عليها واحد مده 10 دقائق هنا ربحتها، حيت اي حركه درتها فهي مربوحه. مثلا غادي نمشي نتقبى، نمشي نتقبى بالنسبه للناس اللي ما عندهمش سياره، كاين اللي غادي يقبض طاكسي باش يتقبى، ولا لا انا غنقول تقضيه ثقيله عليا، كاين دوك الكراريسات اللي غادي نجرها فيها الروايد ونمشي ندير التقضيه ديالي ونرجع للبيت ديالي على رجليا. واللي عندها السياره حتى هي تحاول الا ما كانش عندها لي كورس ثقال بلا على السياره وتمشي على رجليها تتقدى وترجع. هادشي عاد نحارب المشكل ديال السقاطه ما بين الماكله اللي تكلمات عليه سكينه، اللي قالت لك هي جالسه وهي كتاكل، مع العلم انها يلاه هذه عام ونص باش ولدات. انا كنرجع هادشي الضغوطات النفسيه اللي عايشاها غالبا، لان ماشي سهل اننا نتكلفوا برضيح ديال عام ونص وفي نفس الوقت كنشتغلوا والشغل ديالنا قبضنا من 8 ونص حتى ل 5 العشيه. ديك الضغوطات النفسيه كنمشيو كنقلبوا على واحد الحاجه اللي كتطلع من المعنويات ديالنا وتكلمات على الشكلاط، وهي في الواقع محتاجه للمغنيسيوم. الا ساعه ساعه درت اون كور ديال المغنيسيوم ما بقاش غادي تحتاج لهادشي. طيب غادي نمروا الجانب الثاني في هذا الموضوع ديالنا من خلال النصائح ديالك، وتكون افكار بسيطه وعمليه كيفاش اليوم خصكم تخرجوا معنا بامور اللي غتبداوها من اليوم، غتبداوها من غدا ان شاء الله. ناديه الساخي كتقول لنا على انه حتى هي بحكم العمل ديالها كتكون جالسه النهار كامل من 8 الصباح حتى ل 5 ونص، والسؤال ديالها واضح وبسيط، بغات تعرف شنو هي الماكولات اللي خاصها تاخذها بدايه من الفطور حتى تخرج من العمل ديالها. الفطور نحاول نخمم بعدا فوقاش عندي الوقيته اللي غادي نقدر نتغدى فيها. الا كنت غادي نتغدى معطل حيت انا عارفه بان خصني على 4 سوايع عاد كناكل، والا عرفت راسي بان غنفوت 5 سوايع عاد غناكل، نحاول ندخل شويه ديال السكر البطيء في الفطور ديالي. نقدر نحاول ندخل بيضه الصباح لان غادي تقلب لي شويه الجوع بيد ما وصلت، ونحاول ندخل واحد الفاكهه واحد ساعتين ولا ثلاثة سوايع ما بين هذاك الفطور والغداء، حيت بزاف الناس يقدروا يفطروا غنمشيو بالمكانة. سناء الناس اللي كيخدموا مع الثمانية أو اللي باتوا مع القراية مع الثمانية عمليا غيفطروا مع بين ديك 6 ونص و 7 ديال الصباح، على راس شحال ديال الوقت خصهم يديروا هاد لابوز أو هاد على ساعتين ولا ثلاثة سوايع؟ يعني من 10 أو ل 11 غادي ياخذوا واحد الفاكهة أو تميرات إلى الدوام، يعني الفاكهة كنعوضوها بتمرة حتى ثلاثة تمرات، أو لواحد كميشة ديال الديمون ديال الزبيب، او لخمسة سبعة ديال اللوزات، او لجوج قرقاعات صاينين، يعني اربعة ديال شحال ديال الوقت ما تخص وجبة الغذاء؟ غادي تكون مع ديك الوحدة. إيه. مع الوحدة غادي نقدروا نتغداو. هنا ملي كيكون هذا النظام بحال هكا، اولا ما كنجوعش بزاف، اذا في ديك الوجبة الموالية ما غاديش يكونوا عينيا مغمضين ومعمية وغنبقى ناكل. باش شنو ياكل الانسان اللي متبوع بالقعاد حتى لخمسة ديال العشية، شنو خاصو ياكل؟ علاش يركز في وجبة الغذاء؟ في وجبة الغذاء يهرب بعدا من الدهون، يهرب من السكر السريع، لأن السكر السريع إلا كليتو غيعيط على سكر سريع آخر، يعني غيهبط لي مستوى ديال السكر في الدم واحد ساعة ولا ساعة ونص من بعد، لأنك ديك الساعات كيكون بيك ديال الأنسولين في الذات ديالنا. تنقولوا دائما السكر كيعيط على السكر، ما عندي علاش ناخذ. وغالبا بزاف الناس كيحتاجوا ديك المذاق ديال الحلاوه مورا الغداء، وهذا ولف. كيف ولفناه؟ كيف نقدروا نولفوا؟ العكس، في الاول غادي يكون بشكل كنخمو فيه، ولكن من بعد كيولي تلقائي، ما كنبقاش مولفين. واش مهم يكون السكر البطيء ايضا في الوجبات الغداء؟ لان العشيه مازالت طويله، مثلا دي بات، مثلا معجنات، مثلا دي سالي، مثلا خبيز وشي حاجه، خبز، بطاطا، رز، عدس، هادو كلهم كيقدروا يشدوا لنا الجوع، لان سكر بطيء. انا واحد السيده ولا بدا وعدتها وخصني نجاوبها، هي هدى، لان تكلمت على واحد النقاط خصني نتكلم عليهم مهمين. الماء سخون والحامض الصباح كنقيلو، نقول لكم عافاكم، حبسوا على هاد العاده، لانكم تتهلكوا المائده ديالكم، لانكم تلتهبوها. واخا غادي يساعدكم في الدهون، ما بين يساعدني في التخلص من الدهون وانني نهلك المائده ديالي، كنفضل بلاش. هذه الاولى. ثانيا السيده
تكلمات على انها كتحبس الماكله على حسب ما فهمت هي ربعه د العشيه كتاخذ شويه ديال الفواكه الجافه وما كتعاودش تاكل وكتاخذ ياغورت في الليل بالحامض عاوتاني يعني كتهلك راسها المائده ديالها كتسحقها في الصباح وكتسحقها عاود في الليل كتبغي تنعس العشاء دائما 100 غرام تقريبا ديال اللحوم البيضاء مع خضار يا اما سلطه يا اما شوربه. بالنسبه للناس اللي عندهم انتفاخ في البطن ما ياخذوش صب مطحونه ياخذوها طريفات لان ملي كتكون مطحونه كتسبب غازات عندنا في الجهاز الهضمي. كيخدموا حتى الخمسة ونص من كتغدى السيده مع 12 ونص او الوحده العشيه طويله غيجيها الجوع. شنو اللي منصح به دكتوره سناء في وجبه ديال البوطي ديال العشيه وفوقاش خاص تكون العشاء؟ في العشيه تقدر تاخذ فواكه، تقدر تاخذ فواكه جافه، تقدر تاخذ خبز حتى هو مزيان في العشيه. الفقاس واحد جوج ولا ثلاثه الوجبات في الاسبوع ممتاز لانه فيه سكر بطيء غير الى جناتو على يدها شويه تنقص الحلاوه فيه. ممكن هذه المسائل كلها ناخذها. تقدر تاخذ بالنسبه للسيده المرضعه ديك الساعه تقدر تاخذ مثلا حسوه او على اساس العشاء فوقاش خاصها تكون؟ العشاء مع ديك السبعه ونص حتى الثمانيه. ما نفوتوش 8 باش هكذا يكون واحد الاوقات الوجبات كنأكدوا على الاوقات لانها مهمه كثير. بالنسبه للسيدات اللي عندهم الكرش خديجه ومروه والكثير من المستمعات اللي كيسولونا بحال سكينه انهم بعد الولده بقات الكرش بالمعقله الحركه المشكل ما كيمشيش ما كيتحلش، شنو النصيحه؟ بالنسبه لسكينه عندها المشكل ديال السقاطه راه تكلمات عليه ديال الشكله وبغيت كنهضر على الكرش. بالنسبه للكرش المشكل الاخر اللي كاين هي اننا كنكونوا جالسين بزاف فكيقدر يؤدي حتى الامساك. ملي كنكونوا جالسين بزاف بلا ما كنشعروا كنكونوا كناخذوا الفاني المسطه باستمرار وهادشي كله كيدخل غازات. كنكونوا حتى ولو اننا كنشربوا الماء بزاف كيقول لك انا كنشرب الماء باي طريقه كتشرب الماء، الا كتشرب الماء من القرعه فانت كتزيد من الحده ديال المشكل ديال انتفاخ البطن، الا انت كتشرب الماء بكثره وبالزربه تزيد من الحده ديال انتفاخ البطن. كلمه اخيره ملي نهضروا على التمرين الرياضي اللي قلتي في الاول خاصو يكون ساعه، كيفاش خاصو يكون هذا التمرين؟ واش معنيته الانسان خاصو يتعرق؟ انا قلت لك الا ديك الساعه اللي كنا فرقناها 10 دقائق على يعني 6 مرات 6 ديال 10 دقائق فممتاز. المعلوم الا قدرنا واحد 3 مرات في الاسبوع نديرو تمرين رياضي ديال بصح ديال ساعه الله روب فهذا ممتاز جدا، ولكن ما نستاهلش حتى بشويه ديال الخلفه اولا نطلع في الدروج ونزل اولا نمشي نتقدى للبيسري ونرجع غير على رجليا، راه غير هذوك الخطوات راه مفيدين. خصنا نعرفوا بانه انا كنت قلت لكم واحد المعلومات بسيطه ولكن زينين. دقيقه مثلا ديال البيسيكليت ديال الفيلو بحال درت 150 خلفه، دقيقه ديال العوم بحال درت 96 خلفه، ودقيقه ديال المشي العادي زعما بوتيره عاديه هي 90 خلفه. اذا نقدر نكسب الوقت مثلا الا درت البيسيكليت الا تمرنت بالبيسيكليت راه كنربح الوقت انني بحال كنخلف اسرع. شكرا لك كثير دكتوره سناء العيناني.